رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. رفاق الحرف يا خير البرايا، تعالوا وانظروا قمر الليالي. لديه لنا الكثير من الحكايا، تحدثنا عن الأمم الخوالي. لقد عاش الحوادث والقضايا، وكل زال وهو إلى زوالي. وشاهد وجه براق الثنايا، رسول الله محمود الخصال. فأصغوا سوف يكشف عن خفايا، ويفصح عن إجابات السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يعشق امرأة في الجاهلية، فذهب إلى مكة، وكان يمشي في ليلة مقمرة، حاول أن يتخفى، فكان يمشي في ظل القمر. ماذا فعلت تلك المرأة لما رأته؟ هل كانت مسلمة؟ هل كان هو مسلما؟ كيف كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحادثة؟ هل ذكرها الله تعالى في القرآن؟ أعني هل كانت هذه الحادثة سببا لنزول آيات من القرآن؟ ما هو الحكم الشرعي في أن يتزوج الرجل امرأة كان عندها أخطاء في السابق، أو كذلك أن تتزوج المرأة رجلا كان عنده مثل ذلك في السابق؟ ماذا فعل الصحابي لما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على محبته وعشقه؟ كيف تصرف؟ ما دخل القمر في موضوع هذا الصحابي؟ كيف أسلم؟ وهل أسلمت المرأة بعد ذلك؟ القمر له اليوم لنا معنا قصة ينبغي لنا أن نقف على شيء من عجائبه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد كان هاجر قبله عدد من الصحابة، لكن بقي مجموعة من الصحابة، إما هم مأسورون في مكة أو معذبون أو كانوا يعني أخفتهم قريش عن الصحابة. الشاهد أنه كان في مجموعة من الأسرى كان المفترض أن قريش تطلقهم بناء على تلك المعاهدة في الحديبية، لكن قريش لم تفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقر أمره في المدينة. كان في واحد من الصحابة اسمه مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه. مرثد هذا قد آتاه الله تعالى قوة في جسده وجراءة في قلبه وشجاعة في نفسه، فكان مرثد يرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، يتفق مع مجموعة من الأسرى بحيث أنهم يعني يعمل لهم نوع من التهريب من السجن حتى يذهب بهم إلى المدينة. فمضى مرثد وكان قد أسلم من فترة، يعني لما دخل إلى مكة يمشي في ظل القمر، في ظل القمر بمعنى أن القمر كان بدرا وكان الضوء كبيرا، وبالتالي كان مرثد يحاول أن يمشي مجاورا للجدران، حتى في أثناء مجاورته للجدران لا يكون في الظل، يعني في الظلمة الملاصقة لهذا الجدار، بحيث لا يراه أحد من المشركين في مكة فيشك ما الذي جاء بك لغير ذلك. فالشاهد أن مرثد رضي الله تعالى عنه وعد واحد من الصحابة وحاول يعني أن يرسل إليه أن ينتظرني في الوقت الفلاني سأتي إليك. ففي أثناء ذلك وهو يمشي في ظل القمر، رأته امرأة كان بينه وبينها علاقة حب وعشق في الجاهلية قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام حرم الله تعالى الزنا وحرم العلاقات المحرمة، وبالتالي أصبح الرجل عنده ضوابط شرعية يعني تمنعه من إقامة أي علاقة محرمة. كانت هذه المرأة اسمها عناق، فلما رأته قالت من؟ مرثد، وتذكرت ما كان بينهما من حب ويعني وعلاقة، فقال لها من عناق، وكان رجل يحبها فعلا في أيام الجاهلية. قالت له مرثد مرحبا بك، هلم بت عندنا الليلة، يعني تعال ليلة يعني نم عندي ويعني ونكون كما كنا في أيام الجاهلية. قال لها يا عناق إن الله حرم الزنا، ما يجوز يا عناق، يعني أنا كنت شيئا والآن أنا شيء آخر يا عناق. يعني في تلك الأيام قبل الإسلام
كان الواحد يعني ممكن يقع في هالأمور، الآن لا، الوضع اختلف يا عناق. قال إن الله قد حرم الزنا، فقالت له يا مرثد لتفعلن أو لأصيحن في قريش. الآن أنت تخفى في ظل القمر، ما في الآن ظل القمر، أنا سأصيح في قريش وأقول لهم يا قريش إن هذا الرجل يهرب أسراكم، أنت معروف أنك تأتي وتأخذ الأسرى، إن هذا الرجل يهرب أسراكم. قال لا تفعلي. قالت إذا تبيت عندي؟ قال لا أبيت والله، إن الله قد حرم الزنا. فصاحت في قريش قالت يا معشر قريش إن هذا الرجل يهرب أسراكم. قال مرثد رضي الله عنه فثار الناس يتلفتون يبحثون عني. قال فأقبلت أبحث وإذا في ظل القمر عند جدار فيه فتحة إلى بستان. قال فتجمعت كما يتجمع الثعلب ودخلت، يعني اختبأ في داخل البستان. قال فجعلوا ينظرون فلم يروني. قال فلما خف عني الطلب يعني تفرق الناس خرجت من هذا المكان ومضيت إلى الصحابي الذي أنا قد وعدته وحملته، لأن الصحابي مقيد، وحملته وذهبت به حتى إذا جاوزت البيوت أقعدته وحللت قيده ومضيت معه إلى المدينة. طبعا مضي إلى المدينة، وصل مرثد إلى المدينة بعدما مشى متخفيا في ظل القمر في مكة، لكن تلك النظرة التي نظرها إلى عناق لا تزال في قلبه إلى الآن. الرجل بينه وبينها علاقة في الجاهلية، بينهما حب، عاطفة، ليالي، مؤانسة. صحيح دخل في الإسلام لكنه بشر وعنده غريزة. فمضى مرثد يمشي حتى وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضعها الصحابي، الصحابي رجع إلى أهله، لكن لا يزال في قلب مرثد شوق إلى تلك المرأة، إلى عناق. مضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله حصل كذا وكذا، أنا مضيت وكنت أتخفى في ظل القمر وحصل كذا ثم رأيت عناق، وذكر له ما كان بينه وبين عناق. ثم قال يا رسول الله أنكح عناقا، يعني يا رسول الله تأذن لي أني أتزوجها، ما هي امرأة يعني عفوا امرأة بغي وتقع في الفاحشة مرارا، وإضافة إلى أنها أيضا غير مسلمة. فقال له عليه الصلاة والسلام يا مرثد إن الله قد حرم الزنا. قال يا رسول الله أنكحها، يعني كأنه يقول يا رسول الله ما تجد لي مخرجا أنكحها. فأنزل الله تعالى الآيات في أول سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على مرثد رضي الله تعالى عنه، فكان أشد استسلاما لها من أي شيء. ما دام الله تعالى حرم هذا، العواطف والحب والشوق الذي في قلبي كله أجمعه وأضرب في عرض الحائط، ما دام أن هذا الأمر محرم خلاص انتهى الموضوع. يا جماعة، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الأمر أو النهي من رب العالمين ما عندهم نقاش، ما عندهم طيب هل يعني يجوز ولا ما يجوز، يا رسول الله طيب ما في مخرج، طيب ما تجد لنا يا رسول الله هنا رخصة، ما تجد لنا شيء. لا، كان كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب السؤال، قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هل معنى هذا لو امرأة وقعت في ذلك ثم أرادت أن تتزوج ما يجوز تزوجها إلا رجل قد وقع من قبل أيضا، وكذلك العكس؟ هل هذا هو المعنى؟ هذا الأمر الذي يحتاج إلى إيضاح طويل. مسألة نكاح المؤمن للمرأة التي سبق أن وقعت في الفاحشة، أو نكاح المؤمنة للرجل الذي سبق أن وقع في الفاحشة، وأيضا معنى قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هل المعنى أن من وقع في هذا من قبل ثم تاب وصلح خلاص ما يجوز
يعني أن يتزوج إلا امرأة سبق أن وقعت وتابت أيضا، يعني عفوا مثل ما يقال مثلا للمصاب بمرض إيدز أو كذا، يقال له أنت ممكن تتزوج امرأة مصابة مثلك حتى يعني لا تنقله إليها ولا تنقله هي إليك، لكن ما يجوز تتزوج امرأة سليمة وتنقلها إليها. هل المسألة في هذه الآية بهذا المعنى؟ الجواب على ذلك، القرطبي رحمه الله ذكر قرابة 19 قولا في المسألة، ثم ذكر أن الراجح أن الزاني لا ينكح إلا زانية إذا كانت هي في حال زناها، إذا كانت في حال وقوعها في الفاحشة وهي لا تزال تقع في الفاحشة، وجاء وقال والله أنا أريد أني أتزوجك وزواج شرعي وأجيب منك عيال، وهي لا تزال يعني تبيت عنده الليلة وغدا تبيت عند غيره، هي لا تزال تقع في ذلك، هذا محرم ويعتبر هو إذا يعني وطئها من ضمن الواطئين، يعني من ضمن مثل غيره، يعني هي ما فرق معها أصلا أن توطى بعقد شرعي أو بغير عقد، ما هي تمكن غيره كما تمكنه كزوج. وكذلك الزوج إذا كان الرجل يقع عفان الله وإياكم مرارا في مثل هذا الجرم، ثم يأتي ويقع مع امرأته وغدا وبعده يقع في غيرها، لا يجوز المرأة أن تبقى معه، لأنه يواقعها ليس لأن بينه وبينها عقد شرعي، إنما لأنها امرأة مكنته من نفسها كما تمكنه غيرها من النساء. فهذا هو معنى هذه الآية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع وجود العاطفة عندهم والحب للشيء، إلا أنه إذا جاءهم الأمر أو النهي من النبي عليه الصلاة والسلام تركوا ما كانوا يفعلونه وأقبلوا مباشرة. ولذلك الأمثلة على هذا كثيرة طبعا، من ضمنها يعني في العفة والبعد عن الحرام، أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي طبعا من أوائل من هاجر إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، ثم رجعت إلى مكة، بعدين الصحابة هاجروا إلى المدينة، فأرادت هي أن تهاجر إلى المدينة مع من يهاجر، فقام قومها بنو المغيرة أراد زوجها أبو سلمة وهم بني أسد أراد أن يهاجر بها وبابنهما، فلما مر خرج قومها بنو المغيرة قالوا ما نسمح لك أنك تأخذ بنتنا إلى المدينة، قال يا جماعة طيب هذه زوجتي وهذا ولدي، قالوا لا نأذن لك بذلك، ثم هجموا عليه وأخذوا الزوجة من أخذوا أم سلمة، ثم هجم بنو أسد قوم أبي سلمة وقالوا إذن الولد ولدنا نحن بني الأسد ما تأخذه ابنتكم، وأخذوا الولد وتجاذبوه حتى انخلع كتفه وعمره سنة واحدة اللي هو سلمة، فمضى بنو أسد بسلمة الطفل معهم، ومضى بنو المغيرة بأم سلمة، ومضى أبو سلمة إلى المدينة مهاجرا، فرق بينه وبين امرأته وولده، وهي أيضا فرق بينها وبين زوجها وولدها، فلبثت سنة كاملة كل مرة تخرج إلى البطحاء وتبكي حتى كاد أن تنفلق كبدها، وهي لا تزال على دينها وعلى إسلامها. ثم رحمها رجل من بني عمها مر بها يوما ورآها فقال لقومها أنتم ما تخافون في هذه المسكينة؟ ماذا تستفيدون؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فأطرقوها وقالوا اذهبي إلى زوجك في المدينة. عندها بنو أسد أخرجوا الطفل من عندهم، صار عمره سنتين الآن، قالوا خذي ولدك. فركبت على البعير ومضت إلى المدينة، تقول فلما كنت في البطحاء يعني خرجت من ديار قومي لقيني عثمان بن طلحة، ولم يكن أسلم بعد لكن عنده عفة وبعد عن 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 عما يخدش المروءة، فقال لها إلى أين تمضين؟ قالت أمضي إلى زوجي. قال طيب من معك أنت الآن تضربين مشوارا طويلا إلى المدينة، من معك؟ قالت والله ما معي إلا الله ثم معي ولدي هذا الصبي. قال والله مثلك لا يترك. ثم أقبل يقود بها بعيرها، تقول فكان إذا تعبنا أناخ البعير وعقله ومضى تحت شجرة ليرتاح وهو معطيني ظهره حتى لا ينظر إلي وأنا أنزل. قالت فأنزل وأرتاح، ثم إذا أراد أن يرتاح جاء بالبعير، بعدما البعير يرعى جاء بالبعير ووضعه عندي وأناخه فأركب عليه. قالت فوالله ما التفت إلي طوال الطريق ولا قال لي كلمة. شوف أيضا الجمع بين العفة وبين خدمة الآخرين وبين أن الرجل عنده مروءة في المساعدة. تقول أم سلمة فلما وصلنا إلى المدينة جاء ووقف وقال زوجك في هذه القرية، ثم ولاني ظهره وعاد إلى مكة.
هذه يا جماعة العفة التي كانت عندهم، المروءة التي كانت يمارسونها، الاستجابة لله ورسوله إذا جاء الأمر. وهذا هو المهم في الحقيقة. يعني مرثد رضي الله تعالى عنه يختفي في ظل القمر خوفا من قريش وتعظيما لله وحرصا على أن يفعل شيئا لهذا الدين، ومع ذلك أول ما قالت له عناق هلم إلي مع وجود العاطفة، ما دام أن الميزان عندي ميزان شرعي حرام وحلال، وعندي ميزان آخر وهو عاطفتي وشهوتي وغريزتي، أنا لا أقدم أي ميزان على ما يريده الله ورسوله. كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. حكم الله ورسوله فيما تشرب، سمعنا وطعنا. حكم الله ورسوله فيما تنظر إليه، سمعنا وطعنا. حكم الله ورسوله في مقدار نومك، متى تستيقظ ومتى تنام، سمعنا وطعنا. ماذا تلبس، سمعنا وطعنا. ما هي حدود الزواج، هذه المرأة يجوز أن تتزوج منها وهذه لا يجوز، سمعنا وطعنا. ماذا تأكل، سمعنا وطعنا. كيف تمشي، متى من تعاشر ومن تفارق، سمعنا وطعنا. لذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، ويقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. قضى الله ورسوله أمرا يتعلق بالطلاق، قضى الله ورسوله أمرا يتعلق بالحلال والحرام في البيع والشراء، تجارة رابحة بالنسبة لي، لكن في حكم شرعي يتعلق بها. ما في والله نعم ولا، ما دام في حكم شرعي خلاص انتهينا. يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش، سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا مباشرة إذا جاء الحكم الشرعي، مقتضى العبودية لله هو الطاعة التامة. ولذلك نحن نصلي 4 ركعات صلاة الظهر، ما يجوز واحد يقول ليش الظهر 4 والفجر 2، سمعنا وأطعنا. نرمي الجمرات في الحج، طيب إيش الفائدة من رمي الجمرات، إيش الفائدة من الطواف على الكعبة، سمعنا وأطعنا. أولئك هم المفلحون. أسأل الله تعالى أن يسوق إلينا وإليكم الخير في كل شؤوننا يا رب العالمين. ما أجمل الكلام عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، مدحهم الله تعالى وذكر الله تعالى بعض أخبارهم في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان له معهم قصص وأعاجيب. هذا هو مرثد رضي الله تعالى عنه، وهذا هو انكساره لأمر الله تعالى، وهذا هو انتصاره على عاطفته وعلى شهوة نفسه، وهو درس لنا جميعا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، يا قمرا لنا أهدى الهدايا وجنحنا به نحو المعالي، مكانك في السماء وفي الحنايا ووجهك مشرق في كل حال، غدا تمضي بنا عنك المنايا وتأتي بعدنا الأمم التوالي، فأهد إليهم عذب التحايا وقص لهم حكايات الجلال، وقل لهم أنا لكم مرايا فصونوا بانعكاستكم جمالي.